مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بأول درس لصف الثالث المتوسط. اليوم موضوع الدرس هو Describing Places، بمعنى وصف الأماكن. قبل لا نبدي موضوع الدرس لازم دائما تقرون العناوين حتى تعرفون أنا دا أستخدم ذني العبارات المن لوصف مثلا مكان، لوصف أشخاص أو لوصف زمان. مثلا أريد أصف مكان معين، راح أستخدم هذه التعابير الآتية. بالبداية راح نستخدم there is، بعدين نستخدم there are، هنا أنا في حالة النفي، بعدين حستخدم it has، وبعدين it doesn't have، وأيضا it has got، وراح نستخدم الاثنيناتهن بالنفي. أوكي، مثل ما there is راح ننفيها، there are أيضا راح ننفيها، و it has راح ننفيها، و it has got أيضا راح ننفيها. زين، إيش راح نسوي إحنا؟ راح نحضر ورقة وقلم حتى نكتب الملاحظات، حتى ما تصير السبورة هوسة وتختلط عليكم هواي أشياء. راح أرد لكم ملاحظات، راح أحاول أحكي على كيف حتى تأخذون المعلومة بشكل جيد وبتفهموها بشكل واضح. راح نبدي. إذن راح نكتب هاي القاعدة. قلنا there is بمعنى هنالك، تستخدم مع المفرد. لبن آني أستخدم مع المفرد راح أستخدم أدوات الآ والآن، هي أدوات التنكير، تكون قبل شنو؟ قبل الاسم. زين، انتبهوا لي على شغلة، انه هنا الانفورميشن مبدوءة بحرف علة، لذلك حطيت الآن مو الآ. راح اذكركم شوية، اقول احط الاي قبل الحرف الصحيح، والآن قبل الحرف العلة. طبعا احنا باللغة الانجليزية ما نقول حرف، نقول صوت، صوت اللي، لان بعض الاحيان مثلا كلمة اور هي مبدوءة بحرف صحيح، لكن انا راح اقول ان اور. ليش؟ لانه الصوت راح تبدي بصوت اللي، شوفوا دا اقول اور، يعني هذا الاتش سايلنت. اوكي، فخلينا نقول اكتبوها هاي القاعدة، نقول نستخدم الآ قبل الاسم المبدوء بحرف أو صوت صحيح. هسا نجي نقول آن، نستخدمها قبل الحرف أو الصوت العلة، يعني الاسم المبدوء. أوكي، الاسم المبدوء بحرف علة أو صوت علة. زين، رح ناخذ حروف العلة، هي الأو والإي والأي والآي واليو بهذا الشكل. زين، مش راح تسوون انتو كتبتوها هاي الملاحظة، أنا رح أمسحها لأنه عندي بعد شرح أريد أشرحها، فأنتو تكونوا كاتبيها. أوكي، وقفوا الفيديو حتى تقدرون تكتبون هاي الملاحظة لأنه أريد أكمل شرح. زين، يعني القاعدة راح تصير كالآتي: there is زائدا الآ أو الآن زائدا مفرد، there are زائدا جمع. راح ناخذ هسه there are lots of clothes shops، هناك الكثير من محلات الملابس، ف there are إجا وراها جمع shops. شوفوا أنا دا أحكي على ال shops، على المحلات، فالمحلات جمع. هسه هنا عندي سواء هنا كلوز ملابس، التي اتش ما تلفظ او تلفظ بشكل خفيف. اذا استخدمت ذير ار ليش؟ لان هنا عندي جمع، فسواء هنا انا عندي مثلا سويت شوب او كلوز شوب، محلات ملابس، محلات حلويات، اي شيء، اي نوع من انواع المحلات. اوكي، المهم انا هنا عندي جمع. زين، هسه نجي ناخذ lots of وحدها و some وحدها. اوكي، راح نجي some، راح نكتب هاي القاعدة، استخدمها مع المثبت، مع الجملة المثبتة.
يعني لا استفهامية ولا نفي، زائدا اسم معدود أو اسم غير معدود. يعني شنو اسم معدود؟ countable noun و uncountable noun هو الاسم الغير معدود. خلينا ناخذ مثال صغير، هالقاعدة راح تكتبوها اوكي لانه راح ارجع امسحها. يصير اقول some مثلا apples، شوف هنا انا عندي countable noun اسم معدود، يعني يصير اعده بصيغة جمع، لكن يصير اقول ايضا some rice بعض من الارز. هل الارز اسم معدود؟ لا، هو اسم غير معدود. زين هسه هذا في حالة سام، راح اكتب تستخدم مع المثبت. اللي بعدها اسم معدود وغير معدود، وكتبوا المثالين، اكتبوا لانه راح اشرح lots of. lots of ايضا تستخدم مع المعدود وغير المعدود، نفس استخدامات سام بالضبط. شوفوا هنا عندكم بالمثال lots of clothes shops، الكثير من المحلات، شوف الشوبس جمع اوكي. ايضا ممكن استخدمها مع الغير معدود، خلينا نكتب المثال lots of shops، وممكن اقول lots of snow، الكثير من الثلج. snow uncountable لكن الشوبس اوكي countable معدود countable. ايضا اكتبوا هاي القاعده لانه قاعده مهمه. اذا راح اعيد مره الثانيه، احنا نستخدم lots of و some، يجي وراها معدود وغير معدود. المعدود هي الاشياء اللي انا اقدر اعدها ولها صيغه جمع، والغير معدود هي الكميه اللي انا ما اقدر اعدها وما بها صيغه جمع. وطيتكم اوكي امثله عليها، راح ارجع امسح هذا الجزء لان اكو بعد ملاحظات اريد اكتبها لكم. زين هسه هذا الجزء خلصنا من عنده، هذا في حالة المثبت there is زائدا a أو an زائدا مفرد، و there are زائدا lots of some زائدا جمع. ممكن أقول أني هذا جمع، ممكن أقول اسم معدود وغير معدود أوكي كمية تكملة للقاعدة. زين هسه رح نجي، أخذنا في حالة المثبت خلصنا، رح ناخذ بالنفي، شلون رح ننفيها؟ there isn't هي مو is، حطيت لها not صارت نفي، a supermarket. there isn't an information desk بهالشكل. there aren't، واكمل الجملة، رح ناخذ بالنفي شلون انفيها اوكي، وش استخدم بالنفي، اي اداة استخدمها بالنفي، لانه بالنفي ما راح ارجع استخدم some اوكي، راح استخدم any. هسه رح ناخذها. زين هنا أنا there isn't a supermarket، فقط حطينا النط، استخدمنا النط بالنفي، نقدر نقول في حالة النفي نستخدم not وين؟ ويا الفعل المساعد. there aren't any sweet shops، شوفوا أنا هنا استخدمت any، استخدمت any، راح أكتب القاعدة هنا أنا في حالة قلنا المثبت، أما في حالة النفي إيش راح نسوي؟ هذا مال الاسم المعدود، الاسم الغير معدود راح امسحه اوكي، اكتبوه لانه راح امسحه حتى ما يخرب علينا. انتوا تكونون كاتبين معدود وغير معدود. there is حطيت وياها not زائدا تكمله الجمله، الاي تبقى اوكي تبقى. there isn't a وزائدا المفرد بهالشكل. في حاله الجمع
there are not زائدا any زائدا الجمع قلنا المعدود وغير المعدود وغير المعدود هنا نهم المعدود وغير المعدود اوكي ولو راد لكم مجهر حتى تشوفون الكلمة بس حاولوا انه تكتبون وياي جمع المعدود وغير المعدود وهنا نهم جمع المعدود وغير المعدود وشرحت لكم شنو معنات معدود وغير معدود فش سويت اني النقطة المهمة انه انا قلبت الصم الى اني اذا راح نكتب هاي الملاحظة تقلب الصم الى اني في حالة النفي اوكي راح نكتب هاي القاعدة تقلب صام الى اني في حالة النفي وايضا في حالة السؤال ارد اقول are there any shops in the mall هل هناك اي محلات بالمول فانا شو اقول استخدم اني اذا عندي سام بالجمله اقلبها يعني مثلا هاي الجمله there are some plants and trees انا اذا اريد انفيها شلون انفيها there are not احط not هنا اوكي واكتب مكان السام اكتب اني في حاله النفي رح ناخذ بعد أمثلة حتى تتوضح عندكم الصورة نرجع للمثال There aren't any sweet shops قلنا استخدم any في النفي هنا بقت أي نفسها ما غيرتها تبقى نفسها بالمفرد لكن هنا لأنه جمع فغيرتها هسه الحالة النفي صارت كاملة نقلوها لأنه راح أكتب قاعدة أخرى بخصوص it has و it has got زين راح نستخدم طريقة ثالثة بوصف المكان اللي هي it has و it has got بمعنى it has يعني يحتوي و it has got أيضا نفس المعنى اثنينات يحتوي أريد أقول المول يحتوي على كذا فالإت دلالة على المكان أوكي هو يحتوي على a big car park it has زائدين أداة التنكير وبعدين تكملة الجملة رح نكتب هاي القاعدة it has زائدين a أو an أيضا أداة تنكير زائدين مثلا الصفة أو الاسم يكون مفرد شنو يكون؟ يكون مفرد مثل المثال مثل المثال أمامكم It has a big car park فالكار بارك شنو مفرد It has got It has got نفس الاستخدام اوكي شوفوا هنا انا بستخدم lots of زائدين جمع طبعا معدود وغير معدود اقدر اقول it has got lots of shops بمحلات مثل المثال عندكم lots of shops محلات هنا أنا جمع ممكن أجيب كلمة هي uncountable غير معدود وأحطها تكون صحيحة إذن هذا خلصنا من عنده في حالة المثبت في حالة المثبت صار عندنا واضح شوفوا أنا ممكن هنا أيضا ممكن هنا أستخدم سام ممكن أستخدم سام أيضا يجي وراها معدود وغير معدود زين رح ناخذ بالنفي بالنفي اذا اريد انفي it has شو تصير it doesn't have
حفظوها it has، نفيها it doesn't have، وأكمل الجملة. هسا بدنا في it doesn't have. إذا قارين المضارع البسيط، المضارع البسيط وحدة من حالاته بها has، لما أنفيها أجيب does ورجع الهاز إلى أصلها اللي هي have، لأن خلاص هاي الاس أخذتها ال doesn't. It doesn't have زائدين have زائدين الاي أو الان زائدين اسم مفرد بهالشكل. It doesn't have، نفي has doesn't have. إذا تذكرون المضارع البسيط إحنا شلون ننفيه؟ نجيب does ونرجع الفعل إلى أصله، ناخذ الاس الشخص الثالث، فهنا has تقلب إلى have، ترجع إلى أصلها، زائدين الا أو الان أدوات التنكرة زائد المفرد. أوكي، هسه راح أجي أنفي it has got، أقول it has not got زائدين مش عندي اني lots of او any او lots of زائدين الاسم المعدود او غير المعدود، الاسم المعدود او الغير معدود. شوفوا راح تسألون اني ليش ما قلت it doesn't have. شوفوا it has هنا أنا جاية فعل رئيسي تحتاج إلى فعل مساعد حتى أنفيها، لكن بالحالة الثانية has جاية فعل مساعد. شلون عرفت فعل مساعد؟ لأنه أنا عندي got فعل أصلي. أوكي، ما هي الفعل الوحيد هنا؟ أنا هي الفعل الوحيد بالجملة، هنا أنا مو هي الفعل الوحيد بالجملة، لذلك أنا عرفت هي فعل مساعد. فما طول هي فعل مساعد بس أجيب النط أحطها هنا، فتصير it hasn't okay got any أو lots of، وكمل الجملة الاسم المعدود أو غير المعدود. خلينا نأخذ هنا، أنا عندي مثال it doesn't have a swimming pool. هاي ال has ال it has صارت it doesn't have بهذا الشكل، وأكمل الجملة. ممكن نفس هاي الجملة أكملها a big car park، هنا أنا معطيني جملة أخرى a swimming pool. وإذا كانت عندي الجملة جمع أقول it has got any bakeries. شوفوا هنا لأنه أنا عندي جمع جبت الأني، أوكي معناته هنا أنا عندي some bakeries قلبتها من some إلى أني. نفس الملاحظة اللي كتبناها بالبداية، قلت لكم أنا إذا عندي some بالجملة أقلبها إلى أني في حالة المثبت والاستفهام. الجملة هنا it has got تصير it hasn't got lots of clothes shops بهالشكل. it تنزل نفسها hasn't got lots of، وكمل الجملة. ما بيها هواي ملابس، أو أقدر أقول it hasn't got any clothes shops ايضا صحيح. شوفوا lots of انا ممكن استخدمها مع المثبت ومع النفي، كتبوها هاي الملاحظة انه انا lots of ممكن استخدمها مع النفي والمثبت. ثانيا some استخدمها مع المثبت فقط. ثالثا any استخدمها مع المنفي والاستفهام. ملاحظة بالجملة لما تكون عندي مفرد الا والان، لما انفيها ما يحتاج اقلبها الى اني، ما يحتاج اقلبها. مثل هنا عندكم بالجملة there is an information desk، اوكي شوفوا هاي الجملة مشابهة لها، هو نافي بس باقي الاي ما قالبها الى اني، تبقى there isn't a supermarket و there isn't an information desk. في حالة الجمع أجيب any، أوكي بالجمع there aren't any supermarket sweet shops،
There aren't any sweet shops. وهكذا. إذن هذا هو شرح الموضوع اللي يحكي عن describing places, وصف أماكن. انقلوا حتى أكتب لكم نماذج من خارج الكتاب, وأيضا أفهمكم شلون يجيكم بالوزارة. رجعنا مرة ثانية ورح ناخذ مثالين هسه. المثال الأول يقول there is a computer, هناك كمبيوتر. شوفوا هو بالامتحان ممكن ما يجيب لكم there is, يحط فراغ ويقول لكم استخدموا لي أما there is أو there are بهذا الشكل. هو عادة يجيب بهذا الشكل فراغات, فأنتوا راح تشوفون بعد الفراغ إذا هذا إجا مفرد فأنا راح أستخدم there is, وإذا إجا جمع أوكي راح أستخدم there are. إذا هنا أنا راح أستخدم شنو؟ راح أستخدم there is. ممكن يجيب لكم الجملة بهذا الشكل ويقول لكم سووا لي اياها نيجاتيف يعني منفي. اجي اني اقول there is واحط not واكمل الجملة a computer بهذا الشكل, there isn't a computer مثلا, واكمل الجملة. زين خلونا ننتقل الى المثال الثاني. There are some computers, راح أنفيها. There are not, راح أقلب السم إلى any computers بهذا الشكل. There are not any computers, ليس هناك أي كمبيوترات. زين لنفترض أني بالجملة كاتبت لكم lots of, خلينا نشوف lots of إذا أريد أن فيها شو تصير. الجملة أمامكم there are lots of choices, هناك الكثير من الخيارات. إذا أريد أن فيها تصير there are not, وكمل الجملة بشكل اعتيادي ما يحتاج أقلب الـ lots of. okay, هسه هذا في حالة there is وفي حالة there are, وأخذنا some و any و lots. رح أروح على it has و it has got, لكن بعد ما تنقلون ونمسح السبورة. انتقلنا إلى it has. it has a small swimming pool, هو يحتوي على swimming pool, هو حوض للسباحة صغير. فانتبهوا إلى الجملة مين متكونة. It has زائدا أداة التنكير زائدا تكبيرة الجملة. بعد الـ لازم يكون عندي جملة مفرد. أوكي. pool مفرد. لو pools جمع فما يصير أحط أداة التنكير. فهنا لأنه مفرد حطيت أداة التنكير. ممكن يقول لكم سووا الجملة نيجاتيف. حتقولون It doesn't have a small, وكمل الجملة swimming pool, هذا في حالة النفي. زين خلنا ننتقل إلى الجملة الثانية. It has lots of pools. أنا جبت هنا lots of, راح أنفيها تصير it doesn't, it doesn't have lots of pools بهذا الشكل. ما قلبت ال lots of. اوكي ما قلبتها. لكن نفترض it has مو lots of, هاي اكتبوها للجملة. خلينا نقول مكان lots of some. it has some pools, بعض من الأحواض. إذا أريد أن فيها شو تصير؟ تصير it doesn't have any pools. اوكي شوفوا lots of تبقى نفسها ما يحتاج انه تقلبوها, لكن السم تقلب الى any. كتبوها هاي الملاحظة. اخر شيء بقى عندنا it has got, راح اعطيكم مثال عليها.
حتى نكمل درس هذا اليوم. شوفوا هو الدرس كلش سهل بس شوية متشعب. انتوا تحفظون استخدامات some ولوتس واني، واستخدامات there is يجي وراها مفرد و there are يجي وراها جمع، واصلا الارتكل هو موضوع يعني خلينا نقول بحالة بوحدة شارحي احنا عدة مرات، فلازم انتوا تكونون يعني تعرفون اصلا هذا الموضوع من كنتوا بالابتدائية. تعالوا اكتبوا حتى نكمل شرح. انتقلنا الى الجملة it has got sweet shops، بها محلات للحلويات. شوفوا ممكن يجيبها لكم فراغ، مثلا يكتب لكم فت قاعدة معينة it got has مثلا، لازم تكونون انتوا حافظين it has got هو قالب بهالشكل. زين اذا يقول لكم سووا نيجاتيف شو تسوون؟ it has not got. واكمل الجملة. اذا كاتب هنا عندي بالجملة مثلا some، اوكي some sweet، خلينا نكتبها هنا اوكي، فصير جملة it hasn't got any sweet shops بهالشكل. شوفوا شلون قلبت السم الى اني بهذا الشكل. اذا هذا كل الموضوع فيما يخص describing places. الى هنا ينتهي درس اليوم. لا تنسون تشتركون بقناتنا على التليجرام ومواقعنا على الفيسبوك. ارسلوا هذا الفيديو الى احبابكم واصدقائكم وزملائكم حتى تعم الفائدة. باي باي.